السلام عليكم، كيف الحال؟ بهذا الفيديو راح احكي لكم عن عدة امور بتخلي الاشخاص اللي بالعلاقات السامة تلاقي صعوبة من انها تخرج او بتمنعها من انها تفكر بالخروج من هاي العلاقة. خلينا نبلش باول شغلة، وهي الشغلة واللي هي عدم وجود تقدير الذات. وطبعا هذا الاشي ممكن يكون موجود من زمان او تكون عند الشخص لما صار يتعامل مع الشخصية المسيئة داخل العلاقة. كيف يعني كان متكون من زمان؟ يعني كانت تربية الاهل نوعا ما بتعطي الطفل الثقة بذاته، ما بتعطي تقدير الذات العالي، بحيث تبنى شخصية هذا الطفل على تقدير ذات منخفض، انه بشوف دائما نفسه اقل من الناس، بحيث انه هو بحاجة الناس والناس ما بتكون بحاجته. علشان هيك هو دائما بحاول انه يبرر للناس او يحاول انه يثبت للناس انه هو شخص مناسب عشان يكون ضمن العلاقات معهم، سواء في علاقات العاطفية، سواء في علاقات الصداقات، او حتى علاقاتهم مع الاهل. فبالتالي هذا الاشي بمنعه من انه يشوف نفسه كقيمة او يعامل نفسه كقيمة وبيستمد قيمته من رأي الاخرين. فهذا الاشي بيساعد الشخص المسيء انه يتلاعب بالشخصية اللي عندها عدم تقدير ذات بالمرة او تقدير ذات منخفض. وممكن كمان في حالات معينة انها تكون هاي الشخصية فاتت في علاقة سامة، ومن ضمن هاي العلاقة السامة الشخص المسيء بلش ينسف ويدمر في تقدير الذات تبع الشخص اللي معاه. فبالتالي بعد سنة راح تلاحظ انه هذا الشخص كثير فرق، يعني كان زمان عنده تقدير ذات عالي او نوعا ما يعني شخص مرتب، لكن بعد سنة من العلاقة السامة او سنتين لاحظت انه هذا الشخص تغير كليا. فبالتالي هو بكون عنده يعني نوعا ما ثغرات بسيطة في الثقة بالنفس وتقدير الذات، لكن الشخص المسيء لعب على هاي الشغلات بحيث دمر ثقته بنفسه بشكل كبير. فبالتالي عدم تقدير الذات راح يخليك دائما موجود في هاي العلاقة، لأنه أنت دائما جوا دماغك أنه أنا ما بستحق أنه أكون مع شخص مناسب أو هذا الشخص يعاملني بشكل جيد. ثاني سبب واللي هو أنه العلاقات السامة صارت مثل الموضة، يعني هي هذا الإشي الدارج وهذا الإشي اللي صار هو طبيعي، بحيث أنه الرجل والمرأة لما يفوتوا في علاقة معينة وهي العلاقة تكون سامة بكون هذا الوضع الطبيعي، أنه والله الرجل تخلى عنها وراح خانها أو قاعد بيسيء لها، أو المرأة مثلا زعلت من الرجل وقعدت شهر شهرين ما تحكي معه وعملت له صمت عقابي وبلشت تحكي مع أشخاص آخرين. فبالتالي هاي الشغلات اللي بلشت تتكون عند المجتمع وخصوصا المجتمع العربي زرعت عند الأشخاص المراهقة والشباب إنه هذا النمط الصحيح من العلاقات. ولو إنه الرجل ما خان المرأة مع عدة أشخاص أو لو ما عاملها بإساءات أو قلة احترام فهذا معناته ما بحبها. فبالتالي المرأة لما تفوت بعلاقة مع رجل طبيعي راح تشعر بالملل، إنه إيه ليش هذا بيعاملني زي هيك، ليش ما في دراما، ليش ما في انه يعصب علي ويحكي لي ليش انت لابسه زي هيك، او ليش طالعه من البيت متاخر لازم تروحي وترجع ولازم تسوي، ليش هو مش متحكم. فبالتالي هي بتمل من هاي العلاقه وبتحاول تبحث عن شخص متحكم ومسيطر، لانه انزرع بدماغها من الصغر من ايام المراهقه انه هيك العلاقات الصحيحة وهيك الحب بكون. يعني لما كانت تحضر بأيام المراهقة مسلسلات تركية ويكون البطل هو عبارة عن بلطجي وابن ليل وبسكر وبطلع وبفوت ويعني عارفين هاي الشغلات مثل مسلسلات محمد رمضان والمسلسلات التركية، حتى الأفلام الأجنبية بكون البطل دائما اللي هو يعني مدمر الدنيا إلا معها بعاملها بشكل كويس، فبتفكر هي حالها إنه هي البطلة وإنه هي اللي راح تقدر تغير هذا الشخص. فبالتالي هاي الأفكار كلها انزرعت من وراء السوشيال ميديا ومن الناس كمان اللي بتطلع بتحكي عن إنه العلاقات وكيف لازم أنت تكون مع البنت وأنت كيف لازم تكوني مع الرجل وكيف تعلقي وتجاهلي ليوم يومين ومرة ارجع ومرة خليه غار، ونفس الإشي الرجل إنه لازم أنت تعاملها بقلة احترام عشان تتمسك فيك ولازم تبين لها إنه عندك عدد كبير من النساء وانه انت بتقدر تخونها عشان هي تتمسك فيك بزيادة. وطبعا هذا كل الانماط هاي خاطئة، ولما اجي انا مثلا يعني اطلع على هذا النمط من العلاقات يعني بستغرب او بحكي يعني لازم الناس تصحى على حالها وتعرف انه هذا الاشي غلط، لانه الشخص الطبيعي اذا تعرض لمثل هيك اشياء على السريع بنهي العلاقة وما بيستمر فيها بالمرة، لأنه هذا الإشي مؤذي نفسيا وصحيا على صحة الشخص بشكل عام. النقطة الثالثة اللي بتمنعك من إنك تطلع من العلاقة السامة واللي هي الإدمان على الشخص المسيء. طبعا هاي النقطة ما راح أشرحها لأنه عملت فيديو كامل عنها راح أحط لكم إياه في شاشة النهاية. رابع نقطة واللي هي إنه أنت استثمرت الكثير من المال والوقت في هاي العلاقة. راح أشرح لكم هاي النقطة عن طريق عدة أمثلة من الواقع عشان توصل لكم الفكرة بشكل أكبر. على سبيل المثال في رجل
خطب امرأة، وهاي الامرأة كانت في بداية العلاقة يعني من الآخر إنه مرتبة وبتعامله بشكل جيد، تحترمه وبتعرف يعني الرجل شو بحب في المرأة، إنه بنت تحترمه، تقدره، تساعده في هاي الحياة. فبالتالي لقى هذا الإشي خلال أول سنة وثاني سنة، لكن بعد السنتين الأوليات يعني في بداية العلاقة وفي بداية الخطبة، وبعد ما دفع الكثير من المال على مهور وعلى هدايا وروحات وجيات وفتح بيت عشان يتزوج هاي الامرأة، اكتشف أو تحولت معاملة هاي الامرأة لمعاملة أخرى، أو هو اكتشف إنه هي شخص غير مناسب كانت تتلاعب فيه طول الفترة الماضية. ولما اكتشف هذا الاشي رفض إنه يتخلى عنها ويفسخ الخطوبة. ليش؟ لأنه هو استثمر الكثير من المال. بحكي لي إنه والله أنا يعني عدم مؤاخذة إلي 10 سنين بحوش في هذا المبلغ عشان أفتح البيت وعشان إنه أتزوج، فأنا دفعت هذا المبلغ مهر لهاي البنت، فبالتالي إذا بدي يعني أفسخ الخطوبة كل اشي راح يروح على الفاضي وما راح يتعوض لي أي شيء من هذا المال، وراح أضطر إني أرجع أشتغل 10 سنين مرة ثانية وأحوش فلوس عشان أتزوج مرة أخرى، فأنا مضطر إنه أنا أتزوج هاي الإمرأة وأحاول أتعايش معها وأعرف كيف أتعامل مع هاي الإمرأة رغم إنه هاي العلاقة سامة. كمثال آخر، إنه في إمرأة تعرفت على رجل وقعدت يعني في قصة حب 5 سنين 7 سنين، فبالتالي هي في نهاية ال7 سنين هدول اكتشفت إنه هو قاعد بخونها وقاعد بتعرف على عدة فتيات، يعني هو متعدد علاقات، وطبعا طريقة تعامله معها اختلفت بشكل كبير جدا، فبالتالي هي رفضت انه تبتعد عنه. ليش؟ لانه هي استثمرت الكثير من الوقت وحطت امال كثير كبيرة في هاي العلاقة، فبالتالي انه كيف بدي انهي يعني استثمار لمدة 7 سنين كل هاي السهولة، فبالتالي هي استمرت في العلاقة رغم انها هي عارفة انه هو شخص مسيء وانه العلاقة معه ما راح تكون على النحو الصحيح. خامس نقطة واللي هي انه دائما انت بتحط مبررات لتصرفات الشخص المسيء، لما يهينك، لما يسيء لك، لما يروح يخونك مع عدة اشخاص انت بتحط مبررات، والله هو خانني عشان انا يعني ما كنت مهتم فيه آخر فترة رغم أنه هي بتكون مهتمة فيه، والله هي خانتني لأنه أنا سمعتها كلمة وهي حكت لي أنه أنا خنتك أو أنت اللي وصلتنا لهاي الحالة، يعني بتكون في عملية إسقاط، يعني لو أنك أنت كنت مهتم ما كنت أنا رحت حكيت مع محمد ولا مع محمود، يعني الحق عليك، فبدكم تديروا بالكم من هاي الشغله. وطبعا هذا الموضوع شرحت عنه في فيديو متلازمة ستوكهولم، بحيث انه الشخص بيكون متعاطف مع الشخص المسيء وفوق كل هيك بحاول انه يدافع عنه. الفيديو راح احط لكم اياه في شاشة النهاية، حاولوا انكم تتابعوا. سادس سبب واللي هو الخوف من الوحدة وخوفك كمان من عدم ايجادك للشخص المناسب، يعني طول ما انت مع الشخص المسيء في العلاقة المسيئة راح تلاحظ انه هذا الشخص دائما بيحكي لك انه مين انت حبك، مين راح يحبك، مين راح يتعرف عليك لو تركتك مثلا، فبالتالي هاي الشغلات لما تكون على مدار عدة سنوات او عدة اشهر متواصلة راح تنزرع في عقلك اللاواعي، فانت من الداخل بتردد جوا دماغك انه اذا تركت هاي العلاقة السامة ما راح الاقي شخص مناسب لإلي، فبالتالي راح تضلك مستمر في هاي العلاقة. واللي بدي انصحكم فيه حاليا واللي هو انك تدور على السبب الرئيسي اللي بخليك تستمر في علاقات سامة عشان تلاقي الحل، عشان تحل هذا الموضوع وتحاول تبتعد عن الشخص المسيء، طبعا في حالة انه انت بتقدر تبتعد عن الشخص المسيء، في حالة وجود اطفال وفي علاقة زوجية لا، بدك تدرس الموضوع بشكل جيد، تعرف هل هو فعلا شخص مسيء ولا انه انت قاعد نوعا ما بتتدلع او بتشوف انه في ناس كثير بتحكي عن العلاقات السامة وانت صرت تنتبه فقط للاشياء السلبية الموجودة في شريكك في الحياة، لانه هذا الموضوع يعني منتشر كثير، فصار انه الشخص لما يشوف يعني تصرف نوعا ما سيء من شريكه بصير انه هذا خلص الشخص اكس عليه هو شخص سيء، فبصير انه انا بدي ابتعد عن هذا الشخص، فبدكم تديروا بالكم وديروا بالكم على بيوتكم، يعني مش تخربوها بايديكم. وزي ما حكيت لكم شوفوا الفيديوهات اللي راح احط لكم اياها في شاشة النهاية وان شاء الله تستفيدوا منها.